والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه الذنوب وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربان وبلطفه تستر العيوب والزلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يهل الثمر على وجه التعبد إلا له ولا يستر على الذبيحة إلا اسمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالرحمة والرعفة والذي انتهى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين لأهله ولنفسه وللفقراء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أولي التقوى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إنكم في يوم عظيم حرماته متضاعفة وبركاته مترادفة، يوم عيد الأضحى المبارك، وإنه أعظم أيام الدنيا قدرا وأجلها شرفا وفضلا. وإنكم في يوم النحر يوم عيد الأضحى المبارك، روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وأفضل الأعمال في هذا اليوم هو إراقة الدم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظرافها، وإن الدم ليكى من الله بمكان قبل أن يكى على الأرض. فاتقوا الله تعالى في هذا اليوم، فإنه أفضل الأيام وفيه أكثر أعمال الحج وفيه التقرب إلى الله بإراقة الدماء. شكرا له سبحانه على ما شرع من التقرب إليه بذبحها، وشكرا له تعالى على ما رزق من أثمانها، وشكرا له عز وجل على التمتع بلحومها. فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر والمغتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم أيها المسلمون. إن عيد الأضحى أعظم يوم عند الله، وهو أعظم أعياد المسلمين، عيد الإيمان والإسلام، عيد التعاون. وفي هذه نتذكر قصة خليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام، تلك القصة الخالدة التي تشهد أسماء معاني الإيمان والتضحية والإنقياد المطلق لأوامر الله تعالى. تخيلوا معي ذلك الشيخ الكبير إبراهيم الخليل يتلقى أمرا من ربه بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، فما كان منه إلا أن سارع إلى تنفيذ الأمر دون تردد أو شك، إيمانا منه بأن الله لا يعمر إلا بما فيه خير. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتخيل معي ذلك الابن البار إسماعيل يقبل أمر أبيه دون تذمر أو اعتراض بل بروح طاعة ورضا تاما. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن عيد الأضحى مبارك ليس مجرد عيد للفرح والبهجة، بل هو فرصة للتأمل والتفكر في عظمة الله تعالى وفي معاني الإيمان والتنحية والوفاء، وهو فرصة لإحياء قيم التعاون بين المسلمين ومد العون للفقراء والمحتاجين والتسامح بين الناس والخير والسلام في أرجاء العالم. فلنجعل من عيد الأضحى المبارك مناسبة لتنمية إيماننا ولتقوية صلتنا بربنا ولنشر الخير والمحبة بين الناس. بارك الله لنا في عيدنا وجعله عيدا مباركا، عيدا يملأه الفرح والسعادة والمسرة، عيد نتعلم في معاني الإيمان والتضحية والوفاء، عيد انطبق في هذه المعاني في حياتنا لنسبي خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا، وتقبل منا أضاحينا، واجعل عيدا مبارك عيدا يملا الفرح والسعادة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد على الزمع. اللهم اجعلنا من عبيدك المخلصين ومن المتقين ومن الذين يذكرونك كثيرا ومن الذين لا يشركون بك شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا على أنفسنا، وأنت أعلم بذنوبنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا من أهل الجنة ونجينا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.